توصيل دارة سي بي اف اس كي الدارة الأولى سنعتم 2 كيلو هرتز أنالوج ككلوك للسيكون جنريتر مولد الداتا أي سلسلة رقمية من وحدات والأصفار XTTL إلى مدخل الداتا طبعا داخليا نحن فعلنا دارة الـ FSK بالخرج سنحصل على CPFSK طبعا نقارن على الراسم بين إشارة الخرج وإشارة الداتا الأصلية مع وجود القطح الخارجي شانل اكسترنال للحصول على صورة واضحة على الراسم دائما مع سينكرونايز سيكونس جنريتر اللي هي نبضة القضح عند بداية كل سلسلة بتات أو عند بداية كل فريم.